منين جاي؟ هذا هو يا شباب، هذا هو. توقف خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. ياسين؟ يا مرحبا، حياك الله وعز من جاء. منين جاي ياسين؟ من المغرب. من المغرب؟ من متى مشيت من المغرب؟ 2017، 4 سنين له. لك 4 سنين تمشي من المغرب؟ يا مرحبا. وشو له جاي من المغرب؟ جايين على الدراجة صح؟ مشي وبسكليت. مشي؟ وشو له جاي؟ جاي والله مشيت من المغرب على رجولي وبسكليت. كم لك تمشي؟ 4 سنين لا على رجولك. على رجولي. ايوه من مكه عشان احج ان شاء الله. جاي من المغرب 4 سنوات علشان مكه تحج. الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. انت تعنيت لنا وحنا جينك الحين من القصيم تعنين عشانك. لا لي. والله العظيم لا لي. انت ضيفنا وضيف كل بيت في السعوديه. شكرا لك. وترانا فرحانين بك وعز من جاء. الله يعطيك الصحه يا بعد راسي. من انت رايح الحين؟ والله شرف لي، رايح الخيمه عندي. الخيمة؟ حنا بنروح معك الخيمة. يلا خلنا نزل الدراجة بنشيلها معك. أنا طالب. لا أنا لا هالمرة خلي هالمرة أركب معنا بالسيارة. بارك الله فيك. أنا طالب. يلا انزل. يلا بسم الله بسم الله. نروح الخيمة سوا. الله شرف لنا يا بعد راسي، حنا اللي متشرفين جايين والله من القصيم على شانك. الله يحييك والله بارك الله فيك. يا بعد راسي القصيم بعيد لكن أنت تستاهل. تستاهل أنت يا تاج راسي. أركب تفضل. شيل شيل. أنت ضيفنا طال عمرك وأبشر بكل ما يسرك. يا مرحبا. اي يا مرحبا. شطتك ثقيله ما شاء الله. فيها كل شيء. ها 26 كيلو وزنها. ما شاء الله. يلا يلا بركب بركب بركب. هذه ياسين، هذه الخيمه حقتي. ما شاء الله ما شاء الله. هذه هنا تنام ومستجلسين ومستقر هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيكلك واغراضك. الحمد لله. تنام هنا؟ انام هنا. ما شاء الله. شلون تدخل يا ياسين؟ والله انام اوريك تشوف. ما شاء الله في كتب. في كتب. ما شاء الله كلها شكلها سفر ورحله صح؟ في وكاميرا. واحد كتاب عن الموروث الشعبي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا نوم. لا لا الطين فيها مشغلك الطين يا ياسين. خير امبارح. اي امطار ما شاء الله ما شاء الله. انت في ابها ما شاء الله استقرت في ابها. وهذه اغراض الطبخ. الطبخ والغاز مويه كل شيء. كل شيء في الخيمه. كل شيء موجود. ما شاء الله عليك. طيب انت ليش استقريت في ابها؟ والله الدوله هالسنه عشان صحتنا لان كورونا. إيه؟ فالحج عدد محدود. إيه؟ فقلت اجي الجنوب هنا استمتع لان الجو جميل جدا ما شاء الله. والله اعجبتك السعوديه؟ جميل ما توقعت انها تكون هكذا. ما شاء الله. والله اقول لك صراحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والحج السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. باذن الله باذن الله يا رب. لا لا ابشر بكل ما يسرك ان شاء الله. انت جيت هنا مملكه الانسانيه. الله يسعدك. وتراك في كل بيت سعودي ضيف عندنا. والله يسعدك. والله انا عشت هذا كل يوم في المملكه من حدود الدره لين هنا لابها. الحمد لله اموري تمام. الحمد لله الحمد لله. لا ابشر ابشر بكل خير. ابشر. ورحمه الله. مساكم الله بالخير يا شباب. هلا ابو خالد. ابو ملفي سم. رجال يد فورته. ايه خيمه. ايه له كرفان اقامه طول فتره بقاء بابها. الله يطول الايام. الله يخليك. الله يوفقك. يلا جايينك جايينك يا ابو خالد. ولا من الكرفان. ياسين حبيبي. نعم حبيبي. بروح انت قهوه. عزمينك قهوتنا عصرية حلوة. عربية. عربية. يلا يلا. محييك. الله محييك بهالجلسة والقهوة. تستاهل. وين؟ أبو خالد. أبو خالد. بيض الله وجهك. علمك غانم. والله ما هي بغريبتنا عليك. ياسين ياسين. تعال القهوة هنا ياسين. تعال هنا هنا هنا. بدون السيكل تعال. سريع ياسين. الله يبيض وجهك أبو خالد. ما يدري. تفضل تفضل القهوة هنا تفضل. علمه ابو خالد. تفضل. الله. يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا. الله محييك. بارك الله فيكم. ادخل يا ياسين. السلام عليكم. سلام. هلا وسهلا. تقهوى قهوة قهوة. حياك الله. من بلدك الثاني. ربي يخليك. وهذا الكرفان اللي تشوف. بارك الله ترى لك طول مدة إقامتك. تستاهل. 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 هذا بلدك الثاني. حياك الله. والله نعم ابو خالد. والله ما اعرف كيف اشكرك. غريبه عليك. ها ما اعرف كيف اشكركم. يا بعد راسي انت اللي بيض الله وجهك ومنك خليتنا نكرمك طال عمرك. الله يخجلتموني. جيب الخيمه. يا بعد راسي جيب الخيمه ولا عاد في طين ونم هنا. ها شوف شوف الغرفه شوف الغرفه ما شفتها. شوف الغرفه. افتح افتح. اي افتح. خلاص كرفانك هذا. يا سلام. ان شاء الله. ها ايش رايك؟ لا الحمد لله. والله ما اعرف كيف اشكركم. والله يا بعد ما احتاج. انت جاي في بلدك الثاني. والله يخجلتني. بارك الله فيك. يا بعد راسي. تفضل 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 كرفانك نم فيه ولك اللي تبي ومطبخ وكل شيء. بارك الله.
ها يا سيدي بارك بعمرك. الكرفان حتى مطبخك موجود، تطبخ وتسوي، لازم قهوه عربيه تسوي ضروري. ابشر ابشر، النار والمدفى والتلفزيون، كرفان لك طال عمرك بارك الله في وقت. والله بارك الله الله يسعدك ما شاء الله، ما قصر ابو خالد، بيض الله وجهه. حق واجب انت، بيض الله وجهك. ياسين انت متى مشيت من المغرب؟ بديت 2017. شهر كم؟ شهر 1 يوم 22 ميلادي. ميلادي يعني لك 4 سنوات تقريبا. الا شهر تقريبا 4 سنوات. طيب وش خلال الرحله هذه وش صار؟ والله مريت 26 دوله في القاره الافريقيه، يعني المغرب، موريتانيا، السنغال، نزولين جنوب افريقيا، قطعت افريقيا كلها تحرير. موثق كل هذا؟ كل شيء موثق عندي في اليوتيوب بإذن الله. الليلة بسهر معك وبنشوف كل القصص والمغامرات واللي كل اللي صار لك. ومتى وصلت السعودية؟ والله قبل 7 شهور جيت للمملكة. ايه؟ وكنت مشيت من مكة للمدينة على رجلي، ولما وصلت مشيت مكة مدينة على رجلي على خط الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصلت للمدينة جات كورونا، كنت ناوي تحج. كنت ناوي احج ولكن فيها خير السنه المقبله. ابد كل امر الله خير ان شاء الله، والامور طيبه. لا تشيل هم، انت في بلد مملكه الانسانيه، لا تشيل هم ان شاء الله. حكامنا والمجتمع كلنا نرحب بضيوف الرحمه، الله يحفظكم ويحفظهم يا رب. امين يا رب. كيف جاك الهاجس هذا؟ والله اي انسان عنده طاقه ولازم يتعرف عليها، لو وصل الى هذه الطاقه والله لا شيء يوقف الى الله عز وجل، وإذا توكل على الله أكيد حيحقق أحلامه. والأحلام لا تأتي إليك، أنت من تأخذها، يعني لازم تتعب، لازم ترفع سقف الأحلام، ومهما كانت صعبة المشاكل موجودة ولكن الحلول كثيرة، فقط فكر بزوايا مختلفة، ما تحط تفكير واحد، ودائما حط لك هدف واشتغل عليه يوم بعد يوم يوم بعد يوم، واكيد ستصل اليه. ممكن تصل الى اليوم او غدا او بعد غد، ولكن ستصل. يا سلام. يعني انت كان من اهدافك انك تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكه للمدينه، والهدف الثاني انك تروح للحج ماشيا على الاقدام. صحيح. وباذن الله الخطى الهجره تحققت الحمد لله. باقي الحج، باقي الحج ان شاء الله بيتحقق. جاتك تعثر اللي هو كورونا، لكن باذن الله بتنحل ويتحقق الهدف ان شاء الله يا رب. ما شاء الله يا رب. وابتسامتك ما شاء الله جميله، واضح انك تشعر بالتفاؤل والمحبه ما شاء الله. والله فرحان الحمد لله اني في المملكه. ما شاء الله. حبيت اقول لك شيء، انا والله اشعر اني كاني في وطني، كاني مع اخواني الحمد لله، واغرب شعب شفته من حيث الكرم. ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. الاشياء اللي عشتها غريبه جدا والله. مثل والله في قرى مثلا لما كنت من مكه للمدينه كانوا يلزمون علي عزومه وناس، كان حفله اغرب طبخ وما طبخت ولا يوم. كم لك هنا؟ الان 8 ايام هون ما شاء الله على الشباب. ما طبخت ابد؟ ابدا. كل يوم عزومه؟ كل يوم عزومه عند واحد. لانك ضيفنا والله. تقول ياسين والله مستغرب ان مقطعك وصل لي المغرب عندنا، ما اعرف ما شاء الله. من اللي يرسله؟ ولد خاله. ايوه ارسلوا لي في الواتساب. شوف سبحان الله مرسل لك. وش يقول؟ فرحان. ايوه قال لي مستانس، قال لي حيصير مشهور ان شاء الله. هذا الوصل المغرب. والله انا نتشرف بكم في المغرب كله. عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ترى يتابعون الوطن العربي كله ما شاء الله. والله انا نتشرف بكم جميعا وجميع الدول العربيه. كل خير يا بعد راسي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. يا مرحبا دكتور، حياك الله. حياك الله بالخير ابو دحم. ومساك الله بالنور طال عمرك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك يا تاج راسي. حبيبي الله يسعدك. انا شايفكم تصورون قبل شوي. ايه وانا عندي والله مفاجاه بسيطه لياسين. الياسين اذا ما عليك امر. اي والله اذا ما عليك امر ودي تنتظروني انا جايكم. ابشر ابشر ابشر، الله يبيض وجهك. ابد بانتظارك يا دكتور. الله يرضى عليك. تسلم. ارسل لك اللوكيشن. ارسل الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك يا دكتور، حياك الله. قبل ما تيجي عندي كان 23000 قناتي، الحين زادت 20، زادت 1000. هذا في اليوتيوب؟ في اليوتيوب. انا طيب ما حطيت حسابك اليوتيوب ولا شيء. الناس قرأوا اسمي وبداوا يكتبوا علي. قرأوا هنا على الطريق. ما شاء الله. الله يزودك من فضله. الشباب يشلون وهو جالس يوثق يصور الشلات. عايش الجو. الدكتور جاء. عليكم السلام. يا مرحبا بالدكتور، حياك الله. اهلا وسهلا.
يصور ما هو بيمه. هاي وثقت ونزلت. تمام. انستغرام. سناب شات. بيسلم. أخي عبد الرحمن الحقيقة اللي جابنا بالسرعة هذه صراحة اللي شفناه في سنابك. دائما سباك بالخير. علمك الغانم طال عمرك علمك الغانم. والحقيقة حنا نبي نجاريكم اليوم شوي ونقدم مثل ما تقدمون من خير. الله يرفع قدرك. المفاجأة اللي أقول لك عليها أنا أخوي ياسين حنا متكفلين بحجتك كاملة إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حجة السنة القادمة إن شاء الله محفول مكفول يا ياسين. تستاهل تستاهل كل خير. تستاهل السنة القادمة إن شاء الله. أنا قلت لك راح تحج إن شاء الله بإذن الله. والله إنه شيء بسيط صراحة اللي سواه. اللي سواه. حجة السنة القادمة إن شاء الله محفول مكفول بإذن الله. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. الله تستاهل كل خير. تستاهل. أبو داحم. سم. الرجال جاء هالحج هالسنة هذه ايه؟ الحالة وقاعد 4 سنوات على بال ما يوصل ايه؟ وجت موضوع كورونا ايه؟ وعسى أن تكرهوا شيء فهو خير لكم. الدكتور أبو عوض ما قصرت يكفل بحجه. أنا تشرف أن يتكفل بحج والدته معه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحج والدته معه إن شاء الله بعد السنة الجاية. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك الله يبارك لك. وأنا كذلك أتكفل بحج والده إذا هم إن شاء الله ما شاء الله. والوالد الوالد ما شاء الله الوالد معك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مستانس. الله يتم عليه الفرحة. الله يتم عليه الفرحة. الله خلونا عدم والله. بعد راسي يا وليد. الله أعز من الله يسلم. هو اللي يستاهل وهذا فعل رجال ما قصروا. الله عليك. تستاهل يا ياسين. آمين شكرا. والله ما أعرف كيف أعبر الفرحة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. صحيح. أنت كنت ناوي الحج لكن كورونا عطى بعض الأشياء. رزقك الله بحج مع الوالد والوالد إن شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله. والخير جاي إن شاء الله. والخير جاي الحمد لله. تستاهل كل خير الحمد لله. ترى اللي نقدم هذا شيء بسيط من اللي يقدمونه حكامنا ووطننا وقادتنا. الله يسعدهم ويحفظهم يا رب العالمين. آمين آمين. ولا كل سنة وهم في خدمة ضيوف الرحمة. الله يحفظهم الله يحفظهم ويسعدهم. والله كفو يا أهل الجنوب اللي يدق واللي يتواصل واللي بيقدم دعم من رجال أعمال والشركات والله يتواصلون واللي جاء سلم وبارك له. ما شاء الله كلهم فرحان به. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. القصيم ما قصروا مع التوام والحين ما شاء الله أهل الجنوب ما قصروا مع ضيفهم. والله ونعم يا أهل الجنوب. والله ونعم يا أهل الجنوب. كل مكان. الله يبارك فيك أخي. شكرا. الله يسعدك. الحمد لله الحمد لله. بالصدفة التقيت به. عندك عبد الرحمن الحين. ها هو. كم اللي دق عليك؟ كم اللي دق عليك؟ كم اللي دق عليك؟ كثير. كم؟ ما شاء الله الحين انعرفت. السلام عليكم. معك ياسين كديرة. لا عاونيني. الحمد لله كديرة. قولي لي يا عندي لك واحد الخبار زوينة. ان شاء الله العام الجاي حجه ان شاء الله. انت مجانا ان شاء الله. مجانا انت انت والوالد. انت والوالد ان شاء الله. السعوديين قاموا بالواجب. السعوديين. واحد السعوديين صحابي هم اللي ان شاء الله غيتكفلوا بالحج ديالك وديال الوالد ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. كبير الحمد لله. زغرتي زغرتي. يلا زغرتي زغرتي ما كاين حتى واحد. ان شاء الله فرحانه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فرحانه فرحانه. الله ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يا رب. هي شافت مكة قبل؟ لا عمرها ابدا. ان شاء الله ما تشوفها. تو توها صلات العصر وقالت يا رب شي حجة إن شاء الله. والله ما شاء الله ما شاء الله. تو العصر هي ما حجت قبل أبد. ما
شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. السلام عليك. ها اطلع على ابو يا الله تسلم عليك وسلم عليك وسلم عليك الله يسلمه من كل شر. على سلامه كبير. مبروك مبروك الحج لياسين ولك ولزوجك. ولدك الكبير ان شاء الله سعيد معكم باذن الله. كف ابو خالد ما شاء الله. ابو خالد يقول ولدكم الكبير بعد محبوك. تسعيد يجيبوا الحج ان شاء الله العام الجاي. سعيد وانت؟ اه ان شاء الله. خاف يقولي هلو فرحي. ان شاء الله. يلا زغرتي على هذه زغرتي على هذه. الله يحفظك. يا الله يعطيك الصحة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرسي يا خالة. قال لك الله يتم دقيقة على الوالدة دقيقة نترجم ليهم. قالت لك كانت تصلي العصر وحسيت انها تيجي الحج ان شاء الله وقال بالصدفة خرجت التليفون معاها للخارج. هي ما بتشيل التليفون بالعادة ما بتشيل التليفون بتخليه في البيت واتصلنا بها. ها هي قالت لك ايش تقول؟ قالت لك صح يعني قليل تشيل التليفون. والمرة شالت معها المرة شالت معها سبحان سبحان الله. هذه دعوتها ما شاء الله مستجابة. خليها تدعي لنا تكبر. قال لك دعي له. مباركة ذي ما شاء الله. قال لك تدعي لك وتدعي لأولادك وأهلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. له يومين ما نام معنا بهالمبادرة. الله يكتب أجرك يا أبو عواض ولا قصرت دايم وأنت في كل مبادرة. والغالي وعقيم هذا ما شاء الله عليه كثر ما يكرف بالمبادرات لكن ما يتحمل. الرجال هذا بعلي بعد الله يسعدك بارك الله فيك. الارض هذا لو تجي بعد 5 سنين سكنك موجود عندنا. شو اسم الشركة ذكرني بها؟ قوافل الحجيج. قوافل الحجيج وفندق سمات. الله يسعدك. لو تجينا بعد 10 سنين. الله يسعدك. سكن هو واهله كامل. سكن هو كامل. المدة شهر. والله تبشرون. مو لمدة شهر. لمدة 10 سنين. أي وقت تيجي. الله يسعدك. يا زعلان. بارك الله. الحمد لله والشكر لله. أي والله الحمد لله والشكر الحمد لله. لله. ولو هذا بس. الخير باقي. الحمد لله. الحين مش معنا بنت عشة. الحمد لله. وفي مفاجآت طيبة. بارك الله. يلا. على بركة الله. ما شاء الله. الله الأستاذ عثمان كيف حالك؟ طال عمرك. ما قصر الغالي. ضيافة خاصة. الأخونا ياسين يستاهل ما شاء الله في قصر السلام في المطعم الدوار في أبها. أهل الجنوب بكرمهم زايد وبإذن الله الخير جايه أكثر وأكثر. يستاهل كستاهل. تفضل تفضل نضيفنا. تفضل تفضل ياسين. هذا من أخوك في ميزة المطعم هذه. عرفته ولا ما عرفته؟ الميزة في المطعم هذا مطعم دوار. أنت الحين في المكان هذا اللي قبالك هذا بعد ربع ساعة بتتغير المكان بجهة ثانية بس بدون ما تحس. صحيح. يسمون المطعم دوار. انتبهت الحين للحركة. فحياك الله. هذا أول مطعم دوار في المملكة العربية السعودية. أسس 1990 1419 هجري قبل 20 سنة. تفضل. عفوا هذه غرفتك. هذا سكنك في فندق قصر السلام. ما شاء الله جناح ملكي. ما شاء الله. خلاص تفضل تفضل هناك. تفضل شو سريع. تفضل تفضل ياسين مرتبك. ما شاء الله ما شاء الله. هذا جناح خاص لك من الخيمة الفندق. من الخيمة الفندق. لا لا تستاهل تستاهل طال عمرك. والخير جاي ان شاء الله. نفرح بافضل وافضل. يلا لا راح خيمتي انت. قال له بعقل تسمح انا عندك. قال له راح خيمتي. لا خيمتك خيمتك بنجيبها ان شاء الله ما عليك. ضروري اي ضروري ولا تشيل الهم وشي. اللي حدوم لي الفندق ما حيدوم. لا 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 ابشر بكل خير. شايل هم الخيمه شايف الجناح لا شايل هم الخيمه. تقول خيمتي اللي تدوم لي. خيمتي اللي تدوم. شوف الاستاذ عثمان وش قال لك. لا ابدا محلك والله يحييك. ليلتين ثلاث اربع خمس ما دامت في المنطقه. بارك الله فيك. انت والاخوان جميعا في ضيافه. نعم نعم قدامك في هالمنطقه فنضيفنا. والله يا خجلتني. اي والله بارك الله فيك. الله يعطيك الصحه. انعم ماك ما قصرت ما قصرت. قريب عليك. لا والله ابدا بالعكس مقصرين يعني. الله يعطيكم جيتكم المطار علينا.